يعني الناس عايزة تعرف هل هيكون الخدمات اللي تم عملها السنين اللي فاتت اللي هي القنوات التعليمية التعليم عن بعد، هل ده هيتوقف أو هيقل علشان السنة دي التعليم حضوري، ولا هذه الوسائل المساعدة هتفضل موجودة اللي هو قناة مدرستنا، المواقع اللي هي أونلاين، كل هذا الأمر مستمر السنة دي أيضا؟ لا ده بيكبر مش مستمر، بس احنا بنعمل كل اللي كان موجود ده بقى اصل عندنا عند مصر، محتوى رائع بنبني عليه. النهارده كنا بنضيف قناه ثالثه لتستهدف الساده المعلمين واولياء الامور للسنوات من كي جي 1 لحد رابعه ابتدائي، فيها نظام التعليم الجديد علشان تدريب المعلمين وعلشان يعني المشاركة مع أولياء الأمور فيما يحدث في نظام التعليم الجديد. فدي قناة ثالثة زيادة، واحد واثنين يعني اكتسبوا خبرة كبيرة جدا وهيلاقوا منتج أفضل. المنصات الإلكترونية بنضيف فيها محتوى كل يوم، والمنصات زي حصص مصر هتبقى شغالة بقوة أعلى ولسنين أعلى، وهنحط إن شاء الله إن شاء الله في رابعة ابتدائي شاشات في كل الفصول في الجمهورية كلها ما كانتش موجودة، علشان نعلمهم بطرق حديثة كمان متناسبة مع المنهج الجديد اللي إن شاء الله هيسعدوا بيه جدا. وهنحاول نجيب للمعلمين في المراحل الأولى أجهزة علشان هم كمان هندربهم عليها، وهم هيستفيدوا من المواد الرقمية الموجودة رغم الحضور، يبقى الجزء الرقمي مكمل لما يحدث في الفصل.